كل تيقدرها الناس ممثلين ولا المجتمع كيفما كان المجتمع المدني والمجتمع ككل. علاش؟ لانه كانت واحد السيده تقوم بالعمل ديالها بواحد الاحترام وتتحب ذاك العمل ديالها وعندها تتحترم الشعب. تتقول لي التمثيل حاجه واحد مسؤوليه كبيره علينا وتتقوم بها بواحد الشكل ماشي باش تبين راسها باش تبين الدور اللي تتلعبه. وحنا قمنا لدينا واحد التكريم مهم بزاف هذا العام هذا اللي داز في المسرح. واحد التكريم جاو لنا شخصيات كبار وزراء كانوا والممثلين وكل شيء الحمد لله. وذاك التكريم واخا كانت مريضه قالت لي ماشي نجي لانه هذاك الصداقه اللي بينتني وبينتها هذيك اكثر من 40 عام والله يحفظها. قبل ما نكونوا كولابوراتور في دي سيت كوم ولا في لالا فاطمة كنا اصدقاء انا ولالا خديجة وسيدي عزيز عبد الله. كنا كنحترمهم بزاف كنا كنشوفوا خصوصا هاد المدة اللي صعيبة شوية اللي دزنا دابا كنا نمشيو نشوفوها وكان عندنا واحد الامل ملي غدوز غتفوت هاد المرض ولكن ما كتبش. Et c'est vrai que Dekchi Bdab, une collaboration qui vous le dit, Fred Mousselsel, Lala Fatima, Elfine Wahed, Floul Kentre, Mousselsel, Mli Dhletia, ou Sidi Aziz Lahmo, Fled le projet, ou Lachi Haja Kbir, ou la construction d'Yel. Une première sitcom véritablement Tlvaza Mghribia grâce je le dis aujourd'hui en grande partie à Lala Khadija Assad ou aussi Aziz Saadallah Lahmoum parce que c'est des grands professionnels et c'était des grands professionnels tous les projets li khdemna maahom غادي نفتقدوا فنانه كبيره خديجه اسد يعني كان من الجيل ديالي الله يرحمها ويوسع عليها ويرحم جميع المؤمنين. يعني كانت فنانة طيبة وصادقة وأعمالها يعني محبوبة عند الجمهور وندعيو لها بالرحمة والمغفرة والله يخفف عليها لأنها قاست كثير في هذا المرض. وكنا لها الحياة هي هذه كل واحد هذه هي النهاية ديال كل واحد. الله يهدينا والله يعمر قلبنا بالله ويجمعنا بالمحبة ونكونوا كنبغيو بعضياتنا وما نكونوش حاقدين على بعضياتنا لأن هذا الفراق كيجي قريب ولا بعيد والله يوسع عليها ويرحمها. كنا كنخليوها على راحتها كنطمنوا عليها من بعض الإخوان اللي كيتصلوا بها وهذا هو اللي كان والله يخفف عليها ما نزال ونتمنوا هاد المعاناه يعني ربي يغفر ليها ويغفر لينا ويغفر للجميع. ما قدرتش نمشي حتى نخدم بغيت نجي نحضر الاخت ديالي والصديقه اللي دوزت معها سنوات العمر وايام الزمن الجميل اللي دوزنا مسرح دوزنا جوله في المغرب خارج المغرب. ما عمرني خديجه ما سمعت منها شي كلمه ما عمرها جرحاتنا ما عمرها ما اداتش واحد الانسان اللي تقدر تضر راسها وما تضركش. الانسان الطيب الخلوق ما نقدرش نوصف لكم على خديجه خصني نبقى نهضر عليها واحد سنوات وما غنساليش. الله يرحمها ولا برحمه الله وارحم جميع المسلمين في هذا النهار.